ماشي ماشي أصدقائنا، رجعنا بحكاية روبي القسم الأخير. لو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم أكيد تشوفوهم، والرابط بأول تعليق. قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو. وبيوصفوها بأنها ثعلبة غبية، وأنه آيزاك بحب فريا وهي عم تجبره عليها، وأنها بنت سيئة وما حدا تارك حرف عليها، وأنه هربت لأنه أكيد إلها دخل باللي صار مع فريا. تسمع روبي كل شي وهي أشياء مو غريبة، لأنا عارف إنه كل هالكلام بينحكى عنها، بس الحلو إنها بتطلع بوجههم وبتفاجئهم. طبعاً لما بيشوفوها بينصدموا كتير وبيحكولها لأ ما كان قصدنا، فبتبلش روبي تبكي وبتقولهم أنا ما عملت أي شي من اللي حكيتوه، وإذا هيك رأيكم رح أروح أطلب من آيزاك الطلاق مشان ترتاحوا وتهدوا. فطبعاً بيخافوا وبيمسكوها وبيعتذروا منها، فبتقولهم يعني صدقتوني؟ فبيحكوا لها أكيد، وإحنا أصلاً مو مصدقين الحكي اللي بنسمعه، بس إنه حكي ممتع ولايك بنحكيه وبنتناقله. وبتحسدهم روبي على حياتهم الفارغة، وبترجع لبرا وبتلاقي في ألعاب نارية والكل متجمع عليهم. بتحاول تطلع من المكان بس بتلاقي شخص وراها همسلها بإذنها ونادى عليها، وبيبحث أندي عنها وبيلاقيها على الأرض وهي متوجعة كتير من رجلها. هالشخص داس على رجلها بأسوأ بالعمد وناداها بإسمها. فبتطلب روبي من أندي يروحوا لعند آيزاك، ولما بتشوفه بتوقع بغباء من الوجع وبتحس بالحرج الكبير. فبيمسكها آيزاك وبيسألها عن اللي صار فيها، فبتقوله انه رجلها بتوجعها وهي مثل البيبي. ولما بيشلح الشوز بيعصب آيزاك كتير انه في حدا صار جاي يأذي مرته حفلتها. طبعا آيزاك بيصير مثل الوحش رايح يقتل الكل، فبيحاولوا رفقاته يوقفوه وبيخرسهم. وبتتذكر روبي انه آيزاك لما بيعصب ما حدا بيقدر يوقفه، حتى فريا اللي بتشوفه معصب وبتسأله عن اللي فيه، فبيقولها بعد من خلقتي. بتتفاجأ وبتقرر روبي انه صار الوقت لا تهديه، وبتقوله لا تقلق ما صار شي. فبيحكي لها في حدا أذاكي وما صار شي. فبتتساءل روبي هل هو عن جد خايف عليها وانه في حدا عم بيهددها، ولا مزعوج انه هالشي صار بحفلته. وبتقرر انه لازم تهديه، لايك بتضمه وبتقوله انا جيتك لاني خايفة واشتقت لك مو أكثر. فبيهدأ آيزاك وبيضمها هو كمان، والكل مصدوم. بياخدها للغرفة وبيطلب من الخادم تلف لها رجلها، وبيسألها مين اللي دعس على رجلها. فبتقوله عن جد ما بعرف، وبتخاف انه يعصب منها. فبتسأله اذا معصب وبيحكي لها ابدا، وبتطلب منه اليوم يبقى معها. فبيقولها بفكر، وبيحكي لها انه رح يطلع يتمشى شوي، فبتطلب منه ترافقه. فبيحملها وبياخدها، وبتتفاجأ من جمال الحديقة والزهور اللي عمل لها اياهم، وبتتشكر عليهم. فبيحكي لها مبسوط انهم عجبوك، وبيسألها ليش بيسموكي برومانيا الملاك ستينا. فبتحكي له هاللقب بيخليني اشعر بالخجل، بس طلع علي هاللقب لما غنيت بحفلة اخوي الكبير، وقتها الكل سماني بدمية ستينا اللي هو البنت اللي ما بتحكي او بتعمل اي شي الا بامر من اهلها. وبيسألها آيزاك عن السبب اللي بيخليها تكره السلاحف لأنه لاحظ هالشي عليها، وبتتذكر وبالسبب هالشي عليها وبتتذكر وبالسبب. لما مرة عصبت من سيزر اللي بيحاول يستخدمها لمصالح سياسية وغادرت، بس قررت انه لازم علاقتها مع اهلها هون فهالحياة تكون احسن من ما كانت بحياتها السابقة، ولهيك قررت ترجع وتعتذر له. لكن بوقتها شافت اقرب شي، سيزر أذى جناحات الببغاء تاعها ورمال السلاحف لا ياكلوه هو عايش. وقتا صابت بصدمة كبيرة وقالها هاد تمن اللي بيعطي أوامري وانت اللي قتلتيها. اتدمرت روبي عليها لأنها كانت أول هدية وصلتها من إنزو بعالمها هاد، وربلوا وكبروا مع بعض. بس ما بتسترجي تخبر آيزاك بهالشي، وبتقول له بكره السلحفة لأنها عضتني شي مرة. فبيحكي لها لو بعرف كان شلتهم كلهم من القصر. وبتتأثر روبي من لطافته. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الخامس من حكاية روبي. سؤال، مين حبيته أكثر، روبي وآيزاك أو بيانكا وبيل؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بنشوفكم بملخص جديد ولوقتها سايونارا. وبيحكي آيزاك لروبي من اليوم أنا معك، ما رح أخليك تتعرضي للأذى ولا للمعاناة. تتفاجأ روبي من كلامه وبتقوله لا تقلق أنا من النوع اللي بيتحمل الألم كتير. وبعدها بتقوله آسفة رح أرد عليك من اليوم وما رح أغلبك أكثر من هيك. فبيسألها آيزاك بدي أسألك سؤال، عائلتك أي نوع من الأشخاص هم؟ فبتتفاجأ وبتسأله ليش عم تسألني هيك شي؟ فبيحكي لها يعني حرام الزوج يسأل عن عائلة مرته؟ فبتقوله أكيد لا. فبيحكي لها عم بسأل لأعرف
خصوصاً إنه سيزار رح يجي عن قريب، فبتحكي روبي بعقلها كيف فيني أحكي له أي شي عن عيلتي، وبنعرف إنه خلال حياتها غير إنه سيزار بيضربها كمان هو اللي بيشوه سمعتها مع أزواجها وبينشر الشائعات عنها لحتى ما يقدروا الأزواج يكملوا معها ويتركوها وترجع له بالنهاية. فبتقوله صحيح إنه الكل بيتوقع إنه سيزار يكون البابا القادم المقدس، بس هو طول حياته نفسه يكون فارس وما بيحب المعبد قد ما بيحب المباردات، فبيستغرب أيضا وبيسألها كمان اشتقتي لعائلتك؟ فبيتغير لون وجه روبي، فبيحكي لها هل سألتك سؤال حساس؟ فبتقوله لا عادي، بس إنه هاد صار بيتي وما في داعي أحكي عن عائلتي أكتر، مو كتير الناس بيحبوا هالمواضيع. فبيطلب منها تعطيه إيدها وبيلبسها سوار وبيقولها هاد ليحمي صحتك. تخجل روبي فبيسلمها مفتاح وبيقولها إنه هذا المفتاح لكل مستودع المجوهرات للعيلة وفيها تأخذ أي شي بدها إياه منه. لا تتأثروا بكتير، ثقة أزك فيها مع إنه ما في شي خليه يوثق فيها إلا إنه مأمن لها، وبتضمه فبيخجل هو وهي كمان. فبتقوم لا تهرب، فبيحكي لها انتبهي على رجلك، فبتقوله بالعكس أنا هلأ صرت أحسن بكتير شكرا لإلك. فبينسحر أيزاك فيها أكثر، بس مثل عادتها روبي بتتعرقل لأنه رجلها مصابة وبيمسكها أيزاك بسرعة. تخجل روبي بشكل كبير منه وهو كمان بيحس أنه أخيرا بلش يشوف روبي بوضوح بحقيقتها، ولهيك بيقولها روحي ارجعي على غرفتك وخدي حمام لأنك وقعتي أكثر من مرة. فبتضمه روبي وبتقوله لا ما بدي، الوضع بيخوف. فبيعاتب أيزاك وبيقولها ليش، هل خادمتك شريرة معك؟ فبتقوله لا أبدا بالعكس، بس قصدي انه ما بدي اياك تضل معي، بدي اقضي وقت اكثر معك لانه الكل مشغول هلا. فبياخدها ايزاك لفوق وبيطلب من يونا تساعدها وتعالج لها جروحها. فبتقعد روبي بتغني وبتتذكر اشياء كثير لطيفة وبتتمنى لو عن جد فيها تعيش حياة لطيفة بأمان مع ايزاك، وفجأة بيفوت لعندها وبتخاف روبي لما تشوفه وبتتفاجأ. المهم بيحاول يساعد رجلها وبيغسل لها شعرها لأول مرة وبتحس بإحساس غريب. يحكوا أكثر عن حياتها وبابا وكوا اللي هي مهتمة ومشغولة فيهم. بيجي آيزاك ليغادر بس روبي بتمسكه وبتقوله خليك معي. بيتفاجأ آيزاك منها ومن تعلقها فيه، وبتفكر روبي إنها تصرفت بعفوية كبيرة وبتتوقع إنه يعاقبها مثل ما تعاملت طول حياتها، ولأول مرة بيشوف رجليها اللي كلهم ندوب وبيتفاجأ أكتر. بتكذب روبي بتقوله معلش كنت بنت مشاغبة وأنا صغيرة وأكيد بوقع كتير، لأنه روبي ما بدها تخبر آيزاك ولا بدها يعرف أبدا كيف تمت معاملتها برومانيا وكيف أهلها بيعملوها، وما بدها إياه يشعر بالشفقة أو المسؤولية تجاهها وهدول المشاعر اللي تحركه. بس روبي بتبكي بدون ما تشعر، فبيحكي لها آيزاك شكل أبوكي شخص قاسي وصارم كتير، وبيعتذر منها لما يشوفها عم تبكي وبيقولها إنه اللي صار كان غلطه وإنه لازم يكون أكثر حذر، وبيبوس إيدها وبيترجاها ما تبكي وبيحكي لها إنه لما تبكي بيحس حاله مثل الطفل ما بيعرف كيف يتصرف ليحميها، وبيقولها من اليوم ما رح أتجنبك ولا رح أبعد عنك. فبتتفاجأ روبي ولأول مرة بتحس إنه طلع في عندها خيار عن جد، وإنه فيها تبقى مع هالإنسان اللي رح يحميها وما رح يصدها. فبتقول له بدي أبقى معك للأبد وأعيش كل حياتي هون معك ومع رفقاتك. فبيقولها إذا ما رح أتركك بعد اليوم، وبيحكي لها إنه ما رح يرجعها لرومانيا أبدا، وبيعترفوا الاثنين بالحب لبعض. وباليوم التالي بتكون إيلين وروبي بالحديقة اللي عمل لها إياها آيزاك، وبتعجب إيلين بشكلها وبتقولها روبي بدي أعملك إكليل، فممكن تحكي لي شو أكتر ورود بتحبيهم؟ والأغرب إنه بعد ما صارت المأدبة اللي عملها آيزاك لروبي كل شي تغير، وصار يتم دعوة روبي على كتير من الحفلات والسهرات والعشوات. طبعا كل هاد صار لأنه أخيرا بعد طول انتظار روبي وآيزاك أعلنوا زواجهم بالمعبد وأدوا القسم قدام الكل. وبتحكي إيلين لروبي تعرفي إنه ما في داعي تروحي على كل هالدعوات لأنك لسه بتحتاجي للتعافي، ورح أعلمك شوي شوي كيف تتقربي من الناس وتزيدي وضعك الاجتماعي، وفيكي تتحكمي بالبيت من اليوم لأنه أنت ست البيت. فبتخجل روبي وبتتشكرها وبتقولها إنه في ناس رح تعرض هالشي. فبتعصب إيلين نفس تعصبة آيزاك وبتقولها مين بيتجرأ يرفض، وإذا أي حدا من الخدم عاملك بأي طريقة خطأ خبريني وراح أطرده فورا. بس روبي خايفة من المربية الخادمة هدي وبترفض وبتقولها أنا لسه مبتدئة بهيك أشياء. فبتحكي لها إيلين بعلمكم عندي مشكلة، أنا أصلا بعمل هالشي من سنوات
من لما كنت طفلة وبتخبرها إنه المربية كانت تعمل هالأشياء قبل وفاة أمها. فبتحكي لها روبي: حكيتي إنه أمك بتشبهني صح؟ فبتقولها: أمي كانت كتير غريبة، أحياناً تكون سعيدة جداً وأحياناً بس تبكي طول الوقت. فبتعرف روبي إنه والدتها كانت بتعاني من الاكتئاب مثل حالة أختها الكبيرة بحياتها السابقة، وبتعرف إنه هالشي يرهق اللي حوالين هالشخص لأنهم بيحسوا حالهم مو كفاية لإله. فبتسألها روبي إذا بتعرف كيف وصلت أمها لهالحالة؟ فبتقولها: لا كنت صغيرة، بس اللي بعرفه إنه أهلي كانوا يتخانقوا كتير، وليك بعد ما ماتت أمي صار آيزاك يتخانق مع والدي أكثر. وبتحكي لها إنه آيزاك صار بالغ لحتى يقابل أمه ولو لمرة من طفولته، وإنها كانت أفكار صبيانية. وبتحكي لروبي: هاد سر بيننا. فبتنبسط روبي إنهم بلشوا يتقربوا، وفجأة بيجي واحد من الخدم وبيحكي لروبي إنه في فرسان بالغين جايين يشوفوها. بيستغربوا إلين وروبي عن السبب اللي خلاهم يجوا، وبتقترح إلين تروح معها، بس روبي بتقولها إنها بخير طالما إنهم رفقات آيزاك وبتروح لتشوفهم. طبعا بيكونوا خايفين كتير ومتوترين ومو عارفين كيف يحكوا لها شي. ليتشجع أبو شعر أخضر ويقولها: بدنا نطلب منك طلب، هل بتعرفي شي عن ذئاب الصقية؟ وبيسألها إذا فيها تحكي معه. فبتتوتر روبي وبتحكي لهم إنه ممكن بتقدر، بس شو السبب والقصة؟ فبيخبروها إنه هدول الذئاب قاسيين وأذكياء مو مثل الوحوش التانية، وبالعادة ما بيطلعوا من الغابة ولا بيهاجموا البشر، بس الغريب هالمرة إنهم طلعوا كقطيع وهاجموا البشر وما سببوا أي إصابات، بس واضح إنهم رح يهاجموا مرة تانية. وفي خرافات عندهم بتحكي إنهم لو قتلوا الذئب الفضي قبل عام اليوبيل والمنافسات رح ينتقموا منهم نفس الاحتفال، ولهيك مترددين يعملوا هالشي ليهاجموهم الذئاب. تتردد روبي بالمساعدة لأنه آيزاك طلب منها تبتعد عن الوحوش هالفترة ليعرفوا شو هدفهم منها، ولهيك بتحاول ترفض وتحكي لهم إنه ممكن ما ينفع فعلا، وإنه الوحوش بيفهموها بس مو بالضرورة كل الوحوش يفهموها. فبيستفزها أبو شعر أخضر وبيقولها: معلش ما كنت متوقع منك كتير. فبيبهدلوا إيفانس، بس روبي بتوافق وبتقولهم رح أرافقكم لأنه بدها ترد المعروف للفرسان اللي خبوا سرها وبدها تسكت الملوخية هاد، مع إنه آيزاك ما بيعرف ولا رح يكون معهم مشان ما يقتلهم. وفعلا بيروحوا سوا وبيشوفوا هذه قبل معزبة. تنزل روبي من الفرس وبتقترب منه، والفرسان خايفين عليها، ولما بيشوف الذئب بيهدى شوي وبتحس انه الذئب حزين. وفجأة بتشوف رجل ذئب جنبها وبتخاف وبتعرف كل شي. بتقولهم انه في ذئب ضايع الواضح انه عم بيدوروا عليه وهو صاحب هاي الرجل، ولهيك هالذئاب كانوا برا الغابة وإنه بدهم يسترجعوا. فبيحكوا: يا لهوي، يعني لو مات الذئب رح يهاجمونا ونضطر نقتلهم. وبيقدروا يعرفوا إن الرجل المقطوعة مقطوعة بسيف، بالتالي من الصيادين غير القانونيين، ولهيك بيقدروا يروحوا يهاجموهم ويدوروا عنهم. وبيضل كام ملوخية مع روبي، وفجأة يظهر أندي وبيعطيها عباية وبيقولها تنتبه على حالها لحتى ما تبرد. لا تستوعب إنه آيزاك موجود وراهم وبوم كفلة كامو، وبيكون رح يموتوا من الضرب والغضب. بتصرخ روبي وبتقوله يتوقف، وبتحكي له إنها رح تفهمه كل شي. فبيهدى آيزاك وبيروح لعندها وبيقولها: يا غبية، ليش بتردي على هالأطفال السخيفين وتيجي هون؟ وبتقوله رح أفهمك كل شي. فبيروحوا يقعدوا بمكان على رواق، وبيوصلوا إيفانز والصيادين، وبيحكي لهم آيزاك إنهم أغبياء لا يعملوا هيك شي، ويقنعوا مرته ترافقهم بشوية شوكولاتة. فبيحكي له إيفانز: كان لازم نعمل هيك شي. فبيقوله: أنت غبي بتأمن بالخرافات. فبتوقف روبي كمان وبتقوله: بليز اسمعني يز، أنا معهم بس شي. فبيقولها: يا حيف عليكي، متفقنا ما تروحي تشوفي الوحوش وتبعدي عنهم قدر المستطاع، وكمان هدول الفرسان أغبياء، بتفكريهم رح يقدروا يحموكي؟ فبيعصب كامل وبيقوله: لا تحقرنا. المهم روبي بتقوله: افهمني، أنا ما بدي أكون عبء عليك. فبيعصب أكتر وبيقولها: مين اللي قالك إنك عبء؟ فبتشرح له أكتر وبتحكي له إنها بتحب وجودها معه، بس بدها يكون لها فايدة، وبما إنه الكل المرة الماضية دور عليها لأيام وهي أيقظت تنين السقية والكل تعرض للمشاكل بسببها، حبت هي كمان تقدم المساعدة ويكون لها فايدة بشي بسيط. فبيتأثر الفرسان بكلامها وبيوافق آيزاك إنها تساعدهم، وبيقولها: أوعك تفكري إنك عبء علي. المهم بيستجوبوا الصيادين وبيطعموهم اللي فيه نصيب، وبيلاقوا الذئبة اللي بيكتشفوا إنها من أقوى الذئاب وأتقنهم، وهي مرت الذئب القائد. فبيتوتروا لأنه بحالتها سيئة هاي ممكن لو راحوا وأخذوها للذئاب يعصبوا ويهاجموهم.
بس ما في خيار آخر، بيقدموا لها فطر صقيع اللي بيساعد على الشفاء، وبيحملها آيزاك ليروح يوديها للذئاب، وبيطلب منهم يبقوا مع روبي ليحموها. فبتخاف روبي عليه وبتمسكه وبتقول له لا بخاف عليك، بلكي هاجموك أو قتلوك. فبيقولها بتفكريني ضعيف، وبيقولها إيفنت خافي على الذئاب منه، هاد هو الوحش. بس روبي ما بتقبل وبتقوله ما بدي، أنا كتير خايفة وبليز خليني أروح معك. بتورجي قدرتها لما بتحكي مع الذئب المصابة وبتهدى فورا، فبيقولها برضو لا، فبتترجى مثل الكلبة وبيوافق. المهم بيوصلوا وبيحط آيزاك الذئب وبيعتذر لهم وبيتعانقوا الذئاب بسعادة. بيمد آيزاك إيده لروبي ليمسكها ولا يرجعوا، وبيلاقوا الكل رايح مع داكامو اللي بيكون عم يستنى روبي، وبيقولها شكرا كتير لولاكي ما كنا نجحنا. فبتفرح روبي كتير وبتخجل، فبيسألها آيزاك ليش لهالدرجة فرحتي؟ فبتقوله حسيت إنه إلي فايدة أخيرا، وبيتشكرها آيزاك كمان وبتقوله لو احتجتني مرة تانية فيك تناديني. فبيقولها انت هون لا تساعدينا ولا كرمال رفقاتك، فبتقوله كرمال الاشيان، وبتحكي له بالحقيقه اجيت لحتى اشوفك. فبيحكي لها اذا ما رح اخليكي تفلتي من ايدي ابدا. وهم بيترمسسوا والجو كله رومانسي، بيكتشفوا انه اندي موجود، وبيخجل كتير وبيهرب وهم عم يضحكوا. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه الموسم الاول من حكايه روبي وايزاك. بصراحه المانجا كانت كتير لطيفه وكيوت، والمشاعر فيها متدفقه. وانتو شو رايكم فيها؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، واكيد لما ينزل الموسم الثاني رح تلاقونا عم بنلخصه. اكتبوا لنا اقتراحاتكم لمانجات رومانسية حابين نلخصها. بنشوفكم ملخص جديد ولا وقتها. سايونارا.